Feel that. Mm-hmm. And then he'll edit it for that. We're nearly there now. We only have time for coffee. Demonstrate the safety features of the aircraft. Before we get underway, we'd just like to remind viewers at home that exits and walkways must be kept clear of baggage at all times. Baggage should be securely stowed under the seat in front of you or in the overhead compartments. For safety reasons, during takeoff and landing, all handheld devices will have to be switched to flight mode. All other electronic devices will have to be switched off and stored safely for takeoff and landing. If you drop your personal electronic device inside the seat, do not operate. قم على متن هذه الرحلة. نرجو منكم الانتباه إلى عرض تعليمات السلامة على متن الطائرة. نود تذكير مشاهدينا بضرورة إبقاء المخارج والمحمضات خالية من الحقائب ووضع حقائب اليد تحت المقاعد أمامكم أو في الخزائن العلوية. لسلامتكم ضعوا الأجهزة المحمولة في وضع الطيران أثناء الإقلاع والهبوط وأغلقوا جميع الأجهزة الإلكترونية وضعوها في مكان آمن أثناء الإقلاع والهبوط إذا أوقعتم جهازكم الإلكتروني داخل الزقة. نتمنى لكم رحلة سعيدة من خطوط الجوية القطرية وشكرا لكم.
سنتي علمتها هي مبادرة تدعمها الخطوط الجوية القطرية. تهدف هذه المبادرة إلى توفير التعليم الابتدائي لأطفال محرومين من التعليم، والبالغ عددهم 58 مليون طفلا حول العالم. يعيش الأطفال في دون الطعام والفقر والتمييز والنزاع والكوارث الطبيعية. سنكون مشاكلنا لكم لو تكرمتم دعم هذه المبادرة من خلال تبرعاتكم والتي يمكنكم وضعها في المغلفات المواجهة في داخل جمع خصمكم. سيقوم أحد أفضل طاقم الضيافة بسلام يومكم. نشكركم على تعاونكم وشكرا.
يكون على زعيم يقوم في دوحة عاصمة قطر. حتى تتعلق بمطار حمد الدولي معمل 5 نجوم قطر خليج بقية جناح العالم. يشير توقيت المحلي إلى الساعة 6 مساء و30 دقيقة. لسلامتكم رجاء من حضراتكم الإبقاء في مقاعدكم وأبقاء العاصمة مربوطة إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا وتطفئ إشارة عاصمة المقاعد. الرجاء تأكد أخذ جميع أمتعتكم قبل مغادرة الطائرة. ورجاء الانتباه بأنه يمنع تدخين إلا من أماكن مخصصة ذلك في المطار. رجاء بأنه يمكن أن يستخدم النقالة أن تترمون لذلك. أوريك سلطانة هو الفندق المفضل لدى الخطوط الجوية القطرية. نعمل أن تكون الخطوط الجوية القطرية ضمن مخطط رحلتكم المستقبلية إلى أكثر 150 وجهة حول العالم. لحجز رحلتك القادمة رجاء زيارة موقع قطرنيوز.com. بالنيابة عن الخطوط الجوية القطرية تعرف العالم واحد ونور. بشرك مع بريتش ايرويز امريكس انلاينز وقيتها الكابتن فرشي مساعد سعيد لهذا بقية فرة الطاقم. نتمنى لكم إقامة ممتعة هنا في الدوحة وكنتم واصل رحلتكم إلى وجهة أخرى. نعملكم رحلة آمنة وممتعة. الخطوط الجوية القطرية معنا إلى كل مكان. شكرا ودوام مساءكم. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Please ensure that you have all your personal items with you as you leave the aircraft. Also, remember that smoking is only permitted in designated areas at the airport. You may now use your mobile and electronic devices if you wish to do so. Qatar Airways Buffer Hotel in Doha is the horizontal contact. Note that we include Qatar Airways as part of the future travel plans to renew power overhead. Cargo and fixed destinations worldwide. To book your next flight, please visit QatarAirways.com. On behalf of Qatar Airways, the one with the lion, Captain Pershing, First Officer Leighton, supervisors of this flight, Niana and Anjuman Niana, British Airways, American Airlines, and our team of cabin crew. We wish you a pleasant stay in Doha or a safe journey to a final destination. Qatar Airways, going places together. Thank you and good evening.